الحجاز. وفي نفس الوقت ورغم بلوغ انوجور سن الرشد الا ان كافور منع ظهور انوجور في اي مناسبه سياسيه او ان يكون له اي راي او مشوره او يتمرن حتى على اساليب الحكم. فضاق زرعا انوجور بذلك وترك العاصمه مدعيا انه ذاهبا للصيد، لكن في الحقيقه فقد ذهب الى مدينه الرمله في فلسطين ليجمع شتات نفسه والتفكير في طريقه لاستعاده الحكم مره اخرى. الا ان والده انوجور نصحته بالعوده الى مصر، ويا ريتها ونصحته، وقالت له ان كافور مش هيأذيك ومش هيتعرض ليك. وبالفعل عاد الى مصر وفي ظروف غامضه مات انوجور وهو لم يتجاوز 30 سنه.